Bonjour baccalauréat, معكم مدام مها. Je suis à la page 124-125 ورح نخلص اليوم منهاج البكالوريا. الحمد لله خلصنا ومعنا لسا وقت منيح للفحص لحتى نراجعه مرة تانية ونركز على النقاط الهامة. أنا وصلت عن تدريب 10 اللي هو ماتخ أن أوغتخ لو ديالوغ، بدي أحط الحوار ضمن ترتيبه. عندي اكزرسيس 10، غوميتي ان اوردر لو ديالوغ سويفون كي سو ديرول انتر دو كوليغ. ضع رتب الحوار التالي الذي جرى بين زميلين. طبعا هون عندي بس 5 فخاس، 5 فخاس هن بالفحص بيجيني 6، بس هون حاطيلكم هالمره يمكن لانه خلص الدرس وخلص المنهاج بده يخففوا عنكم شوي، بس بالفحص ما رح يخففوا عنكم، رح يكونوا 6. مثل ما قلنا دائما نحن اول شيء وحدتنا هي عن لا كونكيت دو ليسباس، غزو الفضاء، وانا عندي هون المفروض يكونوا 6 جمل، 3 اسئله و3 اجوبه، فهون عندي بس سؤالين، والظاهر في حدا حكي كلام زيادة يعني بتعليق على كلام بدون سؤال، لأنه ما بيقدر يختم حواره بسؤال. إذن أنا رح أبدأ بسؤال، بس لازم قبل ما أبدأ أعرف أنه هو اللي رح أبدأ فيه. أفرز الأسئلة دايما هيك بعمل، بفرز الأسئلة على جنب والإجابات على جنب، بلاقي لكل سؤال جوابه ومن بعدها بيظهر معي الترتيب لوحده، وبعمل جهدي أفهم الكلمات. Cela veut dire que tu y es en faveur de l'astronomie. N'es-tu pas inquiet de l'avenir de l'humanité face aux voyages spatiaux? عم بيقول بهالجملة هذا يعني أنك مؤيد لعلم الفضاء، لكن ألست قلقا من مستقبل الإنسانية أمام هذه الرحلات الفضائية؟ B. Tu as raison. Sans les différents satellites, la circulation du progrès s'arrête, sinon se change. معك حق، بدون الأقمار الصناعية المختلفة تتوقف عجلة التقدم، أو يعني إذا ما وقفت تتغير. C. Comment la conquête spatiale a-t-elle changé notre vie? كيف الغزو الفضاء غير حياتنا؟ D. Quand même, on ne peut pas s'en passer, puisqu'elle contribue au développement de la science sur Terre. مع ذلك لا يمكننا أن نستغني عنها لأنها تساهم في تطور علم الأرض. العلم على الأرض. E. Aujourd'hui, une part de l'activité humaine, Internet, télécommunication et beaucoup d'autres inventions est issue du développement de la conquête spatiale menée depuis les années 1960. اليوم جزء من النشاط الإنساني والإنترنت والاتصالات اللاسلكية وكثير من ابتكارات الاختراعات الأخرى هي نتجت عن تطور غزو الفضاء الذي تم منذ أعوام الستينات. أنا بدي عندي سؤالين، إما بسأل هذا يعني أنك مؤيد لعلم الفضاء، معقول أنا ألاقي صديق إلي زميل رأسا أقول له أنت هالشي هذا بيعني أين هالشي، بدي لي أي شي أنت عن شو عم تحكي؟ معناتها بنستبعد الآ، بناخد السؤال الثاني. Comment la conquête spatiale a-t-elle changé notre vie? كيف غزو الفضاء غير حياتنا؟ إذا أن هو سي. أول واحد هو سي. عم يسأل كيف غزو الفضاء بيغير حياتنا، إنه كيف هيك
غير حياتنا. هلأ بقى بده يجاوبه، رح يقول له هذا يعني أنك لسه، هلأ ما له رح يجاوب بسؤال، ولا رح يقول له أي معك حق بدون الأقمار الصناعية المختلفة، الكلام ما ركب على بعضه، ولا رح يسأله سؤال تاني. ممكن يقول له مع ذلك لا، بدي يقول له مو عم يقول له كيف غير حياتنا، بدي يقول له اليوم قسم كبير من النشاطات الإنسانية، الإنترنت والاتصالات اللاسلكية وكثير من الاختراعات التانية هي نشأت أيضا عن تقدم غزو الفضاء اللي تم منذ عام 1960. إذا الثاني واحد هو إيه؟ هلأ رح يسأله السؤال الثاني ويقول له اللي هو فوق، انه هالشي هذا بيعني انك انت مع غزو الفضاء، ما نقلق على مستقبل الإنسانية امام هالرحلات الفضائية. اذا تاني سؤال هلأ اجى دوره، بقي عندي بس جوابين، فرح يقول له اما معك حق بدون الأقمار الصناعية الأخرى، لسه ما زكت الأقمار الصناعية حتى يقول له، فرح يقول له تاني جواب اللي هو إنه صح الكلام، أنا مؤيد للرحلات الفضائية، بس ما بنقدر نستغني عنها لأنه هي بتساهم بتطور العلم على الأرض. إذا الرابع هو دي. بيبقى عندي الأخير اللي هو بيقول له بيبي معك حق بدون الأقمار الصناعية الأخرى، التقدم عجلة التقدم راح توقف أو تتغير. إذا الأخير هو بي. نرجع منشوفهم كلياتهم من البداية. Comment la conquête spatiale a-t-elle changé notre vie? كيف غير غزو الفضاء حياتنا؟ اليوم قسم كبير من النشاطات الإنسانية من إنترنت واتصالات لاسلكية وكثير من الاختراعات الأخرى هو نتج عن تطور غزو الفضاء الذي تم منذ الستينات. هذا يعني أنك أنت مؤيد لعلم الفضاء ولست قلقا من مستقبل الإنسانية أمام هذه الرحلات الفضائية، حتى لو لا يمكن أن نستغني عنها هذه الرحلات الفضائية لأنها تساهم في تطور العلم على الأرض. معك حق، بدون الأقمار الصناعية المختلفة حركة التقدم ستتوقف أو حتى تتغير. On passe à l'exercice suivant. Complétez le corpus suivant avec ce qui convient. أكمل الجمل التالية يعني املاء الفراغات بما هو مناسب. En 1957, le satellite russe Sputnik et le développement des satellites plus tard, comme le téléphone mobile par satellite, le guidage automobile par GPS et les chaînes TV diffusées par satellite. Les avancées technologiques réalisées pour conquérir l'espace ont changé notre quotidien. Andy Honey, شغلات بدي أقولهم، هون في لازم أكفي الجملة. النص عم بيقول في عام 1957 القمر الصناعي الروسي سبوتنيك وتطور الأقمار الصناعية الأخرى فيما بعد. كفاية لازم أحط شي هون وبعدها أقول، طبعا بدي أحط ناقصني فيرب لأنه هون هذا بلا فيرب، القمر الصناعي الروسي وتطور الأقمار الصناعية فيما بعد. إيه شو عملت؟ لازم أقول شي وبعدها بقول مثل هاتف الموبايل من خلال الأقمار الصناعية، و كمان توجيه السيارة من خلال الجي بي إس، وقنوات التلفزيون التي
تبسها الأقمار الصناعية. إذن أنا هون راح أكتب إنه القمر الصناعي الروسي، الصاروخ الروسي سبوتنيك وتطور الأقمار الصناعية هي كانت في أصل كل الخدمات الحديثة اللي صارت، هن الأصل في الخدمات الحديثة. يعني بقول سونتا لوريجين دو نوفو سيرفيس كوم بعدد. هلا بنشوف كيف الحل. أما الجملة الثانية فعم تقول les avancées technologiques، التقدم العلمي، التقدم التكنولوجي réalisé الذي تم pour conquérir l'espace les réseaux الفضاء ont changé notre quotidien، غير في حياتنا. مثل منعطي la surveillance des forêts، مراقبة الغابات. طبعا مثل ما بدي بحط أمثلة أنا، la détection précoce des incendies، والكشف المبكر عن الحرائق، et les capteurs du smartphone، ولواقت حساسات التليفون الهواتف الذكية. خلينا نشوف الحل. Voilà. En 1957, le satellite russe Sputnik et le développement des satellites plus tard sont à l'origine de nouveaux services comme le téléphone mobile par satellite, le guidage automobile par GPS et les chaînes TV diffusées par satellite. Izan, نرجع نقول عام 1957 القمر الصناعي الروسي سبوتنيك وتطور الأقمار الصناعية هم الأصل في الخدمات الحديثة التي نتجت عن التطور كالهاتف الجوال من قبل الأقمار الصناعية، وتوجيه السيارة بنظام الجي بي اس، وقنوات التلفزيون التي تبثها الأقمار الصناعية. Les avancées technologiques réalisées pour conquérir l'espace ont changé notre quotidien. La surveillance des forêts, la détection précoce des incendies et les capteurs du smartphone. أما التقدم التكنولوجي الذي تم إنجازه لغزو الفضاء غير حياتنا، مثل مراقبة الغابات، الاكتشاف المبكر للحرائق ولواقت الهواتف الذكية. جدا طبعا هذا تمرين صعب، واللي قبله الحوار هيك بيجي، بس هذا ما بعتقد ابدا يجيني هيك املى فراغ من عقلي، لانه هدول من عقلي بدي اطالعهم، واني اضبط فعل يتناسب مع هالكلام كتير صعب عليكم. فاذا كان حتما ولا بد بده يجي منه، فلازم يكون هالجملة بين جملتين تانيات لحتى تختاروا الأنسب، بس المهم يكون فيها فيرب، لأنه الكلام الأولاني ما له فيرب. ببقى عندي لا ديرنيغ باج دو ليفر، آخر صفحة بالكتاب، وأنا كتبتها فورا بالموضوع اللي هو هذا مهم. طبعا هذا الموضوع السادس والأخير. فوزيت شوازي بور ريديجي ان ارتيكل بور ان ماجازين سيانتيفيك سور دي انوفاسيون دو ا لا كونكيت سباسيال، ايدنتيفي تروز انوفاسيون et leur impact. أنت تم اختيارك، يا ريت ما تم، بقدر غيديجي لكي تكتب مقالة لمجلة علمية سور دي انوفاسيون، حول ابتكارات تعود إلى غزو الفضاء. يعني كل هذه الوحدة اللي أخذناها مش أتحكين عن ابتكارات نتجت عن غزو الفضاء، بدنا نحكي عن ثلاثة منها وتأثيرها في حياتنا. طبعا طالما أنا قلت بدي أكتب ارتيكل، قلت أنا بدي أكتب أختيكل. الأختيكل طبعا له مواصفات اللي هي عنوان تيتخ، بعدين فخاز غيزومي هي شابو، جملة تكون مقدمة للموضوع، ثم بحط فقرات الموضوع المطلوب، وبالأخير بحط السورس. دايما هيك لازم نعرف شو هي مواصفات الفورم، فورم الموضوع اللي هن عم يطلبوا مني. لازم كتير أنتبه على شكل الموضوع. نرى les innovations de la conquête spatiale. La recherche spatiale semble éloignée de la vie quotidienne, mais la technologie spatiale s'impose dans nos voitures, nos maisons, nos hôpitaux. Les exemples sont nombreux. Le GPS, quand on est perdu en ville, notre smartphone
peut nous aider à retrouver le chemin grâce au GPS. Les télécommunications sans satellite, inutile de chercher à discuter avec votre ami par SMS ou en l'appelant via votre portable. La météorologie, les satellites permettent de prévoir la météo. Avec précision, ils peuvent détecter l'apparition des incendies. Ainsi, la conquête spatiale s'invite de différentes manières dans nos vies. Magazine de l'espace. Météo. عشان ما تتكرر مرتين وتنقلوها غلط. إذا الأرتيكل هو عبارة عن تيتخ فراز شابو بعدين باراغراف مقاطع وهي جملة كونكلوزيون افيك لا سورس دو الأرتيكل مصدر الأرتيكل مصدر المقال ابتكارات غزو الفضاء البحث في الفضاء يبدو بعيدا جدا عن حياتنا اليومية لكن التكنولوجيا الفضائية فرضت نفسها في سياراتنا في منازلنا في مستشفياتنا والأمثلة عديدة أول شيء نظام GPS نظام تحديد الأماكن عندما نكون ضايعين في المدينة فهاتفنا الذكي رح يساعدنا على إيجاد الطريق بفضل GPS كل اختراع تأثيره أما الاتصالات اللاسلكية فبدون أقمار صناعية لا فائدة من البحث عن التحدث مع صديقنا عبر الرسائل الإلكترونية القصيرة أو الاتصال فيه من خلال الهاتف الجوال إذا ما في اتصالات لاسلكية أما الانوفاسيون الابتكار الثالث فهو الأرصاد الجوية اللي الأقمار الصناعية بتسمح لنا بأنه نتنبأ بحالة الطقس بدقة وأيضا بكشف ظهور الحرائق وهكذا غزو الفضاء دخل بأشكال مختلفة في حياتنا مجلة الفضاء بعيده les innovations de la conquête spatiale la recherche spatiale semble éloignée de la vie quotidienne mais la technologie spatiale s'impose dans nos voitures nos maisons nos hôpitaux les exemples sont nombreux le GPS quand on est perdu en ville notre smartphone peut nous aider à retrouver le chemin grâce au GPS. Les télécommunications sans satellite, inutile de chercher à discuter avec notre ami par SMS ou en l'appelant via votre portable. La météorologie, les satellites permettent de prévoir la météo avec précision. Ils peuvent détecter l'apparition des incendies. Ainsi, la conquête spatiale s'invite de différentes manières dans nos vies, magazines de l'espace. Voilà, on a fini le livre. شوف حد تتأكدوا إنه خلص الكتاب. خلص الكتاب. هذا الشيء بيفرح كتير. عدنا أنتوا فرحانين أنا فرحانة أكتر منكم إنه الحمد لله خلص معنا وهي آخر مرة تسمعوا هالصوت وإن شاء الله نشوفكم السنة الجاية في الجامعة. باي باي. يا على بخشين فوا. À l'année prochaine, à la faculté, inshallah, fin de jour, ya rab. Bye bye.